بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده كانت في مباراه بصبغه مغربيه رايقه كده في دوري ابطال اوروبا ما بين باريس سان جيرمان اشرف حكيمي وبي اس بي ايندهوفن اسماعيل صبايري. يا صاحبي شوفش انت صبايري فايتك كتير. لا بجد اسماعيل صبايري ده حته لاعب الله اكبر عليه. احنا اسماعيل صبايري ده من افضل اللعيبه اللي ممكن تتفرج عليهم في عمق الملعب، بيعملوا ادوار هجوميه بصراحه. تتفرج على ريجيستا محترم، وتتفرج على صانع لعب محترم، وتتفرج على بوكس تو بوكس محترم، تحب ان الكره تبقى جايه في رجل اسماعيل صبايري. انا بحب اسماعيل صبايري من ساعه ما اتفرجت عليه في كاس الامم الافريقيه، حته رايقه في منتخب المغرب. وطبعا لازم نتكلم على الكابيتانو اشرف حكيمي. حكيمي للسنه دي بالنسبه لباريس سان جيرمان، لا حكيمي مؤثر، وحكيمي مؤثر جدا جدا جدا. وبقى بيعجبني في حكيمي قرارات التصويب، شوت يابا شوت، مش مهم تلعب عرضيات، شوت يابا وتضرب اي حد. كده كده ما بقاش في ميسي ونيمار ومبابي في منطقه الجزاء، هترفع لبالكوره وترفع لكيلين، هترفع لكابتن كيلين مبابي الغلابه عثمان ديمبلي، هترفع لمين يا ولدي؟ شوت شوت وما تقلقش حكيمي. طبعا يا صديقي العزيز بنتكلم على الاسيست الجميل اللي عمله اسماعيل صبايري لنوا لانج اللي رفع عينه كده، لا حارس المرمى كابتن دوناروما واقف راح حطها له ببطن رجله، دوناروما قاعد يتفرج على الكوره. بحب انا دوناروما في الحته دي، بيبقى مشاهد كويس افضل من الشهيد تير شتيجن بصراحه، بيشاهد اكتر من تير شتيجن يعني دوناروما. المهم يا صديقي العزيز ان باريس سان جيرمان كان بيحاول 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 وفشل، ولكن ولدنا اشرف حكيمي عطى صاروخ ارض ارض عدت ما بين رجل الحارس. عظمه عظمه حكيمي والله على ده هدف جميل. ولدنا اشرف حكيمي سجل هدف التعادل. اي نعم فريق بي اس بي ايندهوفن راح بانفراد في نص الملعب، وولدنا دوناروما قرر ان هو يسهل المهمه على لعيب بي اس بي ايندهوفن، ولكن للاسف لعيب بي اس بي ايندهوفن ضيع الكوره برده، اللي هو ولدنا بيسهل عليك، لا والله ولا الله وهضيعها برده. المهم يا صديقي ان ولدنا حكيمي قدر ان هو يسجل هدف وينقذ فريق باريس سان جيرمان من الخساره، لان باريس سان جيرمان ما كانش قادر ان هو يخلص الماتش الا بقى كوره في اللحظات الاخيره عن طريق ماركينوس وضيعها برده ماركينوس. في كل حال من الاحوال اللي قدمه حكيمي حاجه تحترم، واللي قدمه برده لاعب زي اسماعيل صبايري حاجه تحترم. لو انت عايز تتكلم على التنقيد بتاع اشرف حكيمي، فحكيمي خد مان اوف ذا ماتش على حسب سوبر سكور بتقييم 8.2. حكيمي خد 8.2 التقييم بتاعه. واو مبارزات ارضيه 14 مبارزه كسب 8. اوه حكيمي السنه دي بسم الله الله اكبر عليه، يعني بيقدم عظمه. طبعا هنا المبارزات الارضيه انت بتتكلم على احتكاكات، وبتتكلم على كم مرة حكيمي قطع الكرة من المنافس، ومحاولات مراوغة ناجحة حاول 5 مرات نجح في 3، حاجة تحترم برضو بالنسبة لحكيمي. لا حكيمي حاليا في نسخة محترمة جدا مع باريس سان جيرمان، يعني حكيمي بيقدم برايم أقرب للبرايم اللي كان بيقدمه في فريق إنتر. ده وجهة نظري، حكيمي حاليا أقرب للنسخة اللي كان بيقدمها مع إنتر ميلان. نسخة حكيمي مع إنتر ميلان كانت مرعبة جدا جدا جدا، واخيرا بدانا نشوف النسخه دي مع باريس سان جيرمان. اسماعيل صبايري الناحيه الثانيه طلع بتنقيط 7.1. طبعا نسبه التمريرات الدقيقه هتلاقيه مرتفع عنده 74%، لمس الكره 49 مره، تمريرات دقيقه 74%، خلق فرص مرتين، عمل كرات طوليه 5 كور منهم 3 صح، ده رقم محترم جدا بالنسبه للاعب في عمق الملعب بيعمل ادوار هجوميه. وكمان بص على الرقم ده، المبارزات الارضيه دخل في 13 كسب منهم 8، يعني اسماعيل صبايري دخل في 13 التحام كسب منهم 8، وده رقم برضو مهم جدا، وبيدللك على قوه اسماعيل صبايري في الالتحامات. وحتى المبارزات الهوائيه قدر ان هو يدخل في 2 كسب 1، فانت بتتكلم على لاعب الله اكبر برضو عليه، قوي بدنيا وقادر ان هو يفتك الكره من المنافس. وبرضو لو انت عايز تتكلم على رقم مميز، ففي محاولات مراوغه، الراجل دخل حاول يروغ 6 مرات، وده بيدل على قوه شخصيه انك بتلعب قدام باريس سان جيرمان في البارك دي فرانس في ملعبه، بتحاول ترقص 6 مرات وبتنجح في 4، ارقام محترمه جدا بالنسبه لصبايري. اتمنى ان انا اشوف صبايري قريب في الدوري الانجليزي، اتمنى والله ان انا اشوفه قريب في الدوري الانجليزي. صبايري يستحق، صبايري يستحق بصراحه. بالتوفيق لاسماعيل صبايري وبالتوفيق لاشرف حكيمي في القادم ان شاء الله.